اتلي وحده دريدي سيتي اون ايدي ديما نحكي انا وزوجي في الدار وديما احنا متقلقين برشا من حكايه الاستيراد العشوائي دونك قلت احنا هركين وحده ننقدوا قاعدين حاطين دينا في حجرنا واحنا قاعدين ننقدوا اش بيهم يجيبوا السلعه من غادي اش بيهم السلعه من هنا اون بلوس نحبوا نحوسوا في المدينه دونك كل ما نحوسوا في المدينه نلقاو الصناعات نتاعنا قاعده تنقص والحوانت قاعده تتحول الى معناها مبيعات الحاجات تجي من برا دونك احنا عندنا دي كاباسيتي كبيره برشا في تونس في الاوت كوتور موجوده يا اخي حبينا نعملوا كونسيبت شويه يختلف تماما خاطر عندنا اوسيدي ديزاينر معروفين في تونس في كل بلاصه واللي انا نحبهم برشا قاعدين يقدموا في مجالات في الصناعات التقليديه يطوروا فيها والكل دونك المجال نتاعنا ما عندوش علاقه بالصناعات التقليديه سي با سا ماهوش مستخرج من حاجات تقليديه في تونس لكن يعمل على الانامل التونسيه ويعمل زاده على التيسو المصنوع في تونس كل شيء مصنوع في تونس تبقى الكونسيبت شنو الكونسيبت انه احنا ناخذوا لاسبي ارتستيك سيتادير شاك فام اي شاك اوم عنده بيرسوناليتي تخصه هو فريده من نوعها ما تنجمش تحطه حتى في 3 4 مليارات في العالم دونك هو لازم يختلف على غيره دونك قلنا احنا نحكيه مع الشخص ونشوفه ميولاته الشخصيه والنفسيه والمكان نتاع العمل نتاعه والناتور نتاع العمل ناتور علاقاته ومن خلاله هو احنا نخرجوا كونسيبت نتاع كوستيم ونشوفوا احنا ميولاته في لي بيرسوناج باغ اكزومبل ليتيرير والا سينيماتوغرافيك والا باش متاثر في المسرح دونك من خلال هذا الكل نخرجوا له لاسبي اللي هو يلبسه دونك في الشوتينغ الاولاني شفنا اللي فما عبيد مغرومه بمسرحيه كارمن دو ميريمي دونك خرجنا تنو من كارمن خرجنا تنو من شخصيات موجوده فنانات سبقوا عصرهم خاطر فما شخصيات كيما سوزان اللي هي سكولتريس قبل الاوان معناها كانوا لي سكولتور سون دي زوم لكن هي ولات سكولتريس وكانت تلميذة رودان دونك حاولنا نخرجوا من خلال البيرسوناج هذايا اللي توجدت يوما ما تنو خاص بها دونك بدينا في الكونسيبت هذايا وبدينا نخرجوا في الكوليكسيون هذي يا اخي بما انه الحلمة هذه هي متاعي ووجهة نظري في رؤية الأشياء يا اخي زوجي كي عمل الكرياسيون تاع الاتولي سميه اتولي واحدة دريدي دونك هذا هو موجود لاتولي في 85 شارع فرحات حشيد بلاس بارسلون تنجم انت تاخذ التونو اللي حاجتك بيه واحنا نعملوا انسبيراسيون منه اللي تتماشى مع الفيزيونومي نتاع الشخص على خاطر احنا نعملوا شويه موديفيكاسيون دون مانيير اللي تمشي مع الفيزيونومي دونك اللي عنده حلمه ينجم يحققها مع شويه موديفيكاسيون